لو ممكن نصور الناس تابع مين بعدين؟ صور هنا صور هنا الناس ايه؟ بوسه دي على حسابنا كانت ماشي غير 24 ساعه قوم قالوا لك هنعمل لكم المواتير اللي هي الثمانيه بوسه دي وهتبقى ماشي غير تريك على طول حتى من غير مواتير قلنا ماشي غيروا المواتير وركبوها اشتغلت لمده شهر يا عم انت ما بناش الشقه انا بعرض النبي على يا عم بعرض النبي ساعه بتيجي ساعه بعد تتعب اليوم كله يا عم صور هنا صور هنا واحده ست زي عايزه تتوضى ما تعرفش تتوضى ها ولا عندي عيل يشلي ولا عندي حد يشلي يخلص من وشه من غير بقى ميه بس هو ده اللي الشارع ده بقى له ست حسبنا الله ونعم الوكيل لما كل الميه بتتقطع بالاربع والخمس ايام والاسبوع كمان واخر الميه لو بتتفتح لنا ساعتين واخر الميه مفيش ميه الميه الشهر يجي 130 جنيه ساعتين اتنين حسب الميه بتتفتح ابرك من 10 والله بس ما بتتفتحش يعني اخر الشهر يجي 130 جنيه قول له خلوهم ينزلوا يدوروا هنا في المنطقه يشوفوا الميه ايوه يا عم يشوفوا المنطقه الراجل ده برضه ما عندوش ميه اشتغل هنا انا اللي عاوز اوصله لك يقول لك كل الناس ده الترمبات والمشكله ان الترمبات فيها ميه مجاري ومش عارفين نحل المشكله